كان لما فرغ أرميا صح 43 من أن كلم كل الشعب بكل كلام الرب إليهم الذي أرسله الرب إليهم بكل هذا الكلام، أن عذاريا بن هشعيا ويوحنان بن قريح وكل الرجال يزني، هو عذاريا بس يبقى عنده اسمين لو رجعت للإصحاح اللي قبله تفهم، وكل الرجال المتكبرين، بصوا كتاب وصفهم بإيه، اللي يبقى شايف الحقيقة واضحة ويركب دماغه، ده ما ينفعش نقول عليه غير ايه؟ متكبر، لأنه لا يقبل الخضوع إلا لنفسه ولا يرى إلا رأيه، وتبقى الأمور واضحة جدا، إنما اللي عند راكب دماغه متكبر لأنه بيمشي رأيه فوق ربنا وفوق أرميا وفوق أي حد. عذاريا بن هشع وكل الرجال متكبرين كلموا أرميا قائلين أنت متكلم بالكذب. تاني من اللي قبلكوا قالوا أنت أرميا كذاب، قلت لهم طب هنشوف مين الكذاب اللي كلامه هيتحقق يبقى مش كذاب. قبلها كذا مرة يطلع نبي كذاب يقول عكس أرميا يحصل له مصيبة، فبيعرفوا أنه ده نبي كذاب وأرميا نبي حقيقي. فدلوقتي تاني يتهم أرميا من الناس اللي راحوا اللي صح اللي قبله وثقوا فيه تماما وقالوا له صللنا واللي هتقوله هنسمعه، دلوقتي الكلام ايه؟ انت متكلم بالكذب ولم يرسلك الرب الى هنا لتقول لا تذهبوا الى مصر لتتغربوا هناك. مين احنا مش هنصدقك؟ ده مش ربنا اللي قالك، بل باروخ ابن نيرية مهيجك علينا لتدفعنا ليد الكلدانين ليقتلونا وليسبونا الى بابل. بس واحد عشان يبرر حجته يدوى يقول ايه؟ اصلك انت متأثر بفلان، يعني واحد في عظمة أرميا ونقاوته، وباروخ ده تلميذه هو اللي هيمشيه، الراجل اللي بيكلم المسيح كل يوم يسمع صوته، باروخ تلميذه اللي هيمشيه. ما هو اللي عنده صغر نفس واللي عنده عدم ثقة واللي عنده إصرار على رأيه يشك في نفسه ويشك في كل الناس، فشكوا في أرميا. كمان باروخ ده ملازم لأرميا لأنه ماشي وراه، قالوا لا يبقى باروخ ده عشان مش عاوزنا نروح مصر يبقى بيلعب في دماغك، وهو اللي قال كده. توف من غريبة بطالة ملهاش أي معنى، باروخ نفسه كان هيموت مع أرميا كذا مرة لأن هو اللي كان بيكتب بيتملى وراه السفر لو أنتوا فاكرين الإصحاحات اللي فاتت. أنت متكلم بالكذب، لم يرسلك الرب إلينا لتقول لا تذهبوا إلى مصر لتتغربوا هناك، بل باروخ ابن نيرية مهيجك علينا لتدفعنا ليد الكلدانيين ليقتلونا وليسبونا إلى بابل. أنت أصلك متغاظ مننا، عاوزنا نفضل في البلد دي عشان يجي ملك بابل يموتنا تاني. طب ما كانش موت كله من الأول، ما هو كان عندنا امبارح. يعني كلام ملوش أي أساس، لكن هم مش عاوزين يعملوا غير اللي في راسهم. فلم يسمع يوحنان ابن قريح وكل رؤساء الجيش وكل الشعب لصوت الرب الإقامة في أرض يهوذا، بل أخذ يوحنان ابن قريح وكل رؤساء الجيش كل بقية يهوذا الذين رجعوا من كل الأمم الذين طوحوا إليهم ليتغربوا في أرض يهوذا، الرجال والنساء والأطفال وبنات الملك، ده اللي فاضلين يعني، وكل الأنفس الذين تركهم نبوذردان رئيس الجيش بتاع بابل، ساب الغلابة دول وخد كل الشباب، رئيس الشرط مع جداليا ابن أخيقان، زمان بقى جداليا دمان ابن شفان، وأرميا النبي خدوا معاهم، وباروخ ابن نيري. بصوا بقى عملوا حركة في منطقة الغرابة، هم رايحين مصر واخدين في وشهم ومصرين على قرارهم، يقوموا يعملوا ايه؟ ياخدوا أرميا قصرا يربطوه ياخدوه معاهم وياخدوا معاهم باروخ. طب الراجل قاعد يقول لا نقعد هنا وربنا بيقول نقعد هنا، قالوا لا هتيجي غصب عنك بقى معانا هناك. بيعملوا كده ليه؟ قاعد يستغرب، طب مش أرميا ده اللي تعبكم؟ ما تسيبوه خلاص، سيبوه في الأرض اللي دي اللي انتوا خايفين انها تخرب. انما يمكن ربنا سامح عشان يفضل أرميا يكمل رسالته للآخر وسط شعبه، لأنه لما راح مصر فضل من حبه للناس يقول لهم
أرجوكم توبوا وارجعوا. طبعا في الآخر بقى زهقوا منه فموتوه في مصر. دي كانت نهاية حياة أرمية. لكن ياخدوا أرمية ليه؟ طيب بدل مش عاجبكم بتاخدوه معاكم ليه؟ وتاخدوه غصب عنه ليه؟ لأن هو بيقول غلط اللي بتعملوه. فهنا عشان بس ما تعرفوش بقى الدافع نوع من الطمأنينة الداخلية، لأنهم عارفين ضمنيا أن الراجل ده بتاع ربنا برضه يمكن يحتاجوا له شفاعة بعد كده. في ناس بتستغل ربنا أسوأ استغلال، لكن اللي في دماغها في دماغها. خدوا كل الناس وخدوا أرميا وباروخ وجاءوا إلى أرض مصر. يبقى احنا دخلنا في مرحلة أخيرة في سفر أرميا، خلاص بنخلص. أرميا في مصر رايح غصب عنه مع البقية المضللة من اليهود اللي بقوا بعد سبي بابل على غير هواه وغير رغبته. يا ترى أرميا دي الدموع، خدتوا بالكوا حياة أرميا كلها دموع ليه؟ قبل السبي قاعد يبكي يقول يا جماعة السبي جاي، ما حدش عبر. وقت السبي قاعد يبكي ويقول يا ريت كتبته. طب بعد السبي يا دوب هيشم نفسه ويقول ربنا هيرضى علينا، استغل بكاء تاني لأنه هو اللي رايح مذبي على مصر. فسكة هو عارف ان غلط، وسكة كلها هتنتهي نهاية وحشة. فهو عشان كده بيلقب بالنبي الباكي، قعد حياته كلها محدش سمعه. كل الرسائل اللي قالها معناها رسائل دقيقة وصادقة، اليهود ما كانوش بيسمعوا. وأتوا إلى تحفنيس أو تحفنحيس، يعتقد أنها مدينة كانت عمرانة قوي في الدلتا، عمروها أحد الفراعنة. فإيه شوفوا بقى، تخيلوا جايين من فلسطين وماشيين على رجليهم لغاية ما وصلوا إلى دلتا مصر، يقولوا جنب الأنطرة كده ناحية مدن القنال، وقعدوا في البلد دي. وصارت كلمة الرب إلى أرميا في تحفنيس. هو بقى أرميا يروح هنا يروح هنا، مين اللي معاه؟ ربنا. شوفوا بقى أرميا هو اللي شايل ربنا في قلبه في كل حتة يروح. في السجن ربنا بيكلمه، جوه الهيكل ربنا بيكلمه، في بيته ربنا بيكلمه. حتى لما راح مصر غصبا عنه وهو مربوط ومذبي، مذبي من شعبه على عكس إرادة ربنا وإرادته، إنما صارت كلمة الرب إلى أرميا. اللي بيعرف ربنا بيبقى ربنا معاه في كل حتة وفي كل بلد وفي كل منطقة وفي كل مرحلة، وبيسمع صوت ربنا مهما كانت الظروف. فهنا ربنا ما حرموش كمان البلاد دي بقى، يعني ربنا ما كان صادي عنها لأنها كلها بقى وثنية وضلال، لا، ربنا بيكلمه برضه. خذ بيدك حجارة، لو تفتكروا أرميا كتير من النبوءات بتاعته كان يستخدم وسائل إيضاح عشان تبقى كده محفورة في ذهن الناس. قال له المرة دي هات حجارة كبيرة واطمرها في الملاط في الملبن اللي هي الطينة الطرية قوي كده، الذي عند باب بيت فرعون في تحفنيس أمام رجال يهود، وقل لهم هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل. بصوا أغرب بقى حاجة تخطر لهم على بال، هم لما وصلوا مصر حسوا بالأمان المزيف، أخيرا بعدنا عن بابل ووش بابل، وخلاص بقى مصر بلد قوية قوي وجيشها قوي، ومش معقول بابل هيجروا ورانا. فخلاص هم دلوقتي عندهم إحساس أمان مزيف. فيفاجئوا بقى بنبوءة أرميا، بيقول لهم إيه؟ هاتوا الحجارة وحطوها في الطينة. طب الحجارة في الطينة دي مش ما تبنيش عليها حاجة، يعني مش لازم تبقى في أساس مظبوط. ها أنا ذا أرسل وآخذ نبوخذراسر ملك بابل عبدي وأضع كرسي فوق هذه الحجارة. الحجارة دي في مصر. قال لهم يا شغلة هنجيب نبوخذراسر يجي يقعد هنا. مش ده اللي أنتوا كنتوا خايفين منه؟ أنا قلت لكم مطرح ما كنتم في بلادكم يا يهوذا ما يقربش منكم. جيتوا بقى هنا واتكلتوا على أوسان مصر، يجي لكم نبوخذراسر البعبع بتاعكم ده يحط كرسي هنا في الحتة دي عشان يفتكروا، يفضلوا يرجعوا للقلق تاني بقى. يبقى ايه هيرجع لنا تاني نبوخذراسر؟ وطبعا بينهم طاير طار بقى. ليه؟ لأن هم خلفوا أوامره لما سابوا البلد.
أرسل وآخذ نبوخذ رأس الملك باب العبد وأضع كرسي فوق هذه الحجارة التي تمرتها فأبسط ديباجه عليها ويأتي وأضرب أرض مصر. الذي للموت فللموت والذي للسبي فللسبي والذي للسيف فللسيف وأوقد نارا في بيت آلهة مصر فيحرقها ويزبيها ويلبس أرض مصر كما يلبس الراعي رداءه. بص التعبير الغريب ده، لهم نبوخذ نصر ده هيبص على مصر زي ما الراعي يلبس رداءه كده، هياخد البلد دي كلها يعملها كده ويروح. يعني تزبيه انه انتوا فاكرين مصر دي قوية قوي، ده زمان يعني ما تتكلوش عليها وعلى أوسانها لأنها ما تنفعش حتى. واللي انتوا فاكرينه هتحطوا ملك بابل قصاد ملك مصر، فين ربنا ملك السماء والأرض؟ بدل نسيتوا ربنا، طب اللي انتوا هتتكلوا عليها هيعوركم وهيضركم. يحرقها ويزبيها ويلبس أرض مصر كما يلبس الراعي رداءه ثم يخرج من هناك بسلام. يعني ملك بابل ده هيجي يعمل مأمورية هيخرب مصر ويموت الناس دول للسيف وللسبي، وبعدين يرجع بلاده آمن كمان. ويكسر أنصاب بيت شمس اللي هي المعابد الفرعونية ساعتها التي في أرض مصر ويحرق بيوت آلهة مصر بالنار. فعلا حصلت تاريخيا بس بعدها بفترة، لأنه كأن ربنا اداهم زمان توبة بعد الكلام ده لكن ما اتعظوش.